غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، سلام ونعمة. سلام ونعمة، أهلا وسهلا. نيافة الأنبا يسطس، مين معايا؟ معاك أبو مريم من أمريكا. أبو مريم، أبو مريم، حضرتك ما تعرفنيش شخصيا يا فندم، أنا قلت أتصل بيك ناخذ بركة. ناخذ بركة يعني. ربنا يبارك ويكون معاك، ربنا يكون معاك. لعل سعادتك بخير، نيافة الأنبا سعادتك بخير. نشكر ربنا، نشكر ربنا. تعيش النفط أنبا. كان في كتاب بس جديد للبابا تواضرس اسمه مفتاح العهد الجديد، وكنت بس عاوز اخد بركة منك واسمع منك تعليق بسيط لو تكرمت يعني. لا لا، انا ما بعلقش وما قريتهوش، انا ما بعلقش، انا اسف خالص. طيب مش مشكلة، تعلق عليه حضرتك. طب حضرتك بالنسبة من هم كتبة الاناجيل؟ يا حبيبي بص، ايوه اتفضل. انا مش بدخل في مأساة الكلام ده مع اي حد. ليه لا؟ متشكر خالص. مكسوف ولا حضرتك كتابه لكم؟ والله شيم، والله عار عليهم. والله عار، والله العظيم عار. نتصل بيه تاني يا كندي؟ بلاش اللي بعده، نتصل بيه تاني يا كندي. تعليمات البابا. يب. مش هرد تاني. طيب نديكم بيانات. ثواني يا اخو اكرم. والله العظيم مسخرة، رب الكعبة مسخرة مسخرة. عشان كده بقول لكم ما تعبروش عيال البلطوق. شين سواء اديكم البيانات بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحدة. صوت واضح الحمد لله كويس. الأنبا يسطس. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيه حد عاوز يتوحم؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس احط ايدي على صورته بس. الانبا يسطس اسقف ورئيس دير الانبا انطونيوس البحر الاحمر مصر، تاريخ الرهبنة 12 مارس 82، من ابراء دير الانبا انطونيوس البحر الاحمر مصر. اسماء قبل الاسقوفية: ابونا الرابع القمص الشنودة الانطواني. تاريخ الرسامة اسقفا 17 نوفمبر 91. نعم. رسم يد البطارق شنودة هربس الثالث. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله، الله اكبر، تكبير كل قدر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله.